للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية. دكتور شريف، أهلا بحضرتك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. بعد التحية، رقم قياسي حققته الصادرات المصرية خلال العام الماضي عام 2021، كيف تقرأ هذا التصريح وكيف تقرأ بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول هذا الموضوع؟ أهلا بك أولا، بخير. طبعا الرقم السنه دي الحقيقه ده رقم قياسي ما اتحققش في تاريخ مصر ابدا. احنا نوصل صادرات ل 30 مليار دولار للصادرات الغير بتروليه، عندنا 30 مليار، والصناعات الهندسيه عدت برضه لاول مره في تاريخها 3 مليار دولار. وده لعده اسباب، من اهمها طبعا والحاجه اللي احنا فخورين بيها انه التصدير بقى قائمه، بقى اولويه من اولويات الدوله دلوقتي. فعلا واضح جدا انه التصدير والصناعه دول القاطره اللي بتشد اقتصاد اي دوله في العالم. والاهتمام على التصدير اللي حصل في خلال السنتين اللي فاتوا ابتدى يجيب النتائج، ابتدينا نبني ثمار التركيز اللي حصل على الصادرات. واحنا شايفين طبعا ان المستقبل بالعكس، المستقبل هيبقى افضل بكتير، وابتدت البوادر بتاعته تبقى معانا في سنه 2021 في ظل ازمه كورونا، في ظل ازمه سلسله الامدادات العالميه، وكان في ازمات كتيره، وبالرغم من ذلك حققنا ارقام قياسيه، وبنوعد ان شاء الله في الفتره القادمه انه كل سنه هنعمل رقم جديد ان شاء الله. طيب باشمهندس شريف، يعني في هذا المؤتمر ايضا تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء عن المساهمات الدولية، وأيضا عن أن هذه الصادرات كانت من غير الصناعات غير البترولية وكان لها النصيب الأكبر في حجم الصادرات، لهذا أيضا دلالة كبيرة في تشكيل الرؤية الاقتصادية والجانب الاقتصادي في الصادرات المصرية. كيف نحلل ما بين الأرقام في هذا الموضوع؟ زي ما قلت في الأول، الطفرة اللي حصل دي ليها بعض الأسباب الخارجية طبعا، منها خروج لعيب اساسي وهو دوله الصين، المنافس الرئيسي لمصر في المنطقه. خروج الدوله زي بحجم دوله الصين ادى فرصه لمصر ان هي تاخذ مكان الصين في الدول المجاوره لينا والدول اللي بيننا وبينهم اتفاقيات تجاريه. فده طبعا من اهم الخطوات اللي حصلت، واحنا شايفين انه الفتره الجايه الصين هتفضل برضه متباعد عن الاسواق اللي في المنطقه عندنا. فده يدي فرصه اكبر لمصر بقدرتها الصناعيه وامكانياتها الكبيره ان هي تقدر تقدر تاخذ السوق اللي حوالينا بالكامل وتوفي الاحتياجات بتاعته. الحاجه اللي قلناها برضو تركيز الدوله على الصادرات فعلا ادى دفعه تشجيعيه جدا لجميع الصناعات ان هي نهضت وقدرت ان هي تلبي احتياجات الاسواق اللي حوالينا. في برضو برامج الدعم اللي اتحطت، دي من اهم الحاجات، برامج دعم التصدير اللي موجوده دلوقتي اللي بتدي بترجع جزء مالي للشركات اللي بتصدر، طبعا ده هيخلي اسعارنا منافسه في الدول المستهدفه. نعم بالطبع، وهذا أيضا ما دعا المؤسسات الدولية لأن تشيد بالاقتصاد المصري وقدرته على مجابهة التحديات في ظل جائحة كورونا. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأستاذ شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.